تاني موضوع بسرعه قالوا ده سابوا الموضوع ده لما لقوا انه مفيش فيه فايده يعني قال لك شايفين قناه السويس بتمرر وبتساعد في عبور قطع عسكريه اسرائيليه من قناه السويس وجابوا صوره للمركب العسكريه الاسرائيليه معديه قناه السويس وقالوا ادي تعاون المصري الاسرائيلي وشايفين العالمين متعانقين في عنان السماء هذه هي الصداقه الاسرائيليه اقول لهم يا ايها الاغبياء يا ايها الحمقى قناه السويس ممر ملاحي دولي بتنظموا اتفاقيه القسطنطينيه التي وقعت في مصر عام 1888 من 136 سنه هذه الاتفاقيه بتقول بتقول بشكل واضح جدا في المادة الأولى تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها وعليه اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأي شكل حرية استخدام القناة سواء في وقت الحرب أو وقت السلم ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر ده اتفاقية القسطنطينية اللي موقعة من 136 سنة ومصر لا تستطيع لا تستطيع إن هي تمنع سفينة من المرور في قناة السويس إلا إذا كانت في حالة حرب مع الدولة المصرية ومعلنة. وبالمناسبة يا جماعة هو حد من أصدقائي بيقول لي شفت العلم؟ العلم المصري جنب العلم الإسرائيلي يا أخي. قلت له يا حبيبي ما فيش مركب بتعدي في قناة السويس إلا ويرفع عليها العلم المصري جنب العلم بتاع الدولة مالكة السفينة. قبل كده كتير جدا جدا في كل المواني كل المراكب اللي تعدي في قناه السويس فيها عل... لازم على مصر عليه لازم يرفع العلم اي قبطان اي ربان اي بحار لابد ان يرفع العلم المصري على السفينه اللي بتعدي من قناه السويس لانها ارض مصريه تحت السياده المصريه ورمز السياده المصريه علم مصري موجود في اي مش اسرائيل بس ما اقدرش انا اوقف اي باخره لا امريكيه ولا اسرائيليه ولا بريطانيه ولا إيرانية ولا باكستانية ولا تركية ولا قطرية بتعدي في قناة السويس كله واحد عسكري وتجاري وبحري كل واحد طبقا لاتفاقية القسطنطينية ما اقدرش وشرط احط العالم عليها احنا خايفين هو واحد راسنا بطحة انا مش قادر اتخيل بسرعة قالوا هات يا ابني ما تجيب لي يا ابني انت خايف ما تجيب لي يا ابني الصور يا ابني اهو قدام حضراتكم اهو اهو دي, دي سفينة معديها في قناة السويس ده علم مصر وعلم ايران اهو قدام حضراتكم العلم لابد ان هو يرفع على السفينه اللي بتمر في قناه السويس علم الدوله المالكه وعلم مصر اهو ادي مصر وتركيا مصر وايران قصدي انا اسف مصر وايران وايران في حاله حرب لكن احنا مش معانا مع غيرنا تمر كل السفن الحربيه والسفن التجاريه الايرانيه رغم ان فيه ما يقدر يتكلم لان اتفاقيه ادي ايران قدامكم ادي العالمين اهو غيره يا ابني لو سمحت وفي خليج البوسفور ده في خليج البوسفور ده مصر وتركيا اهو لازم المركب وهي بتعدي خليج البسفور زي قناه السويس بالظبط ممر دولي لازم يتحط العلم العلم المصري اهو بتاعنا على القطعه البحريه بتاعتنا والعلم التركي لان هي دوله السياده مش بدعه مش بحط العلم الاسرائيلي جنب العلم المصري نوع من الحفاوه دي اجراءات قانونيه واجرائيه وبتنظمها اتفاقيه دوليه غيره يا ابني لو سمحت هات لي غيره يا ابني اهو دي دي ايه؟ دي روسيا اهو دي سفينه سفينه روسيه اهي وعلى العالم مصر وعلم التركي العلم المصري علم الروسي يبقى يبقى فكره هات العالم الاسرائيلي يا ابن هاته هاتو هاتو يا حبيبي عادي يا جماعه انا هات لي لس هات لي السفينه الايرانيه يا حبيبي هات السفينه الايرانيه اهو دي سفينه ايرانيه معديه في قناه السويس اهو سفينه حربيه ايرانيه بتمر في قناه السويس ما اقدرش امنعها زي ما ما اقدرش امنع سفينه اسرائيليه اهو قدام حضراتكم اهي اهو والعلم المصري جنب العلم الايراني قدام حضراتكم ادي آه في قناه السويس لا اقدر امنع تبقى الاتفاقيه مش هزار ده مش مش سوبر ماركت يا جماعه، ده مش ماتش الاهلي والزمالك عشان الناس تتكلم فيه، دي اتفاقيه دوليه بقى لها 136 سنه. ونفس الاجراءات المتبعه في كل المراحل السابقه، قدام حضراتكم اهي. طبعا هيئه قناه السويس طلعت بيان بسرعه لما الجماعه اياهم قال لك ازاي مصر بتطلع المركب الاسرائيليه بتعديها وبتحط العالم جنبها والاخصى عليكم وانتوا وحشين وانتوا كذا طلعت هيئه قناه السويس بيان قالت قناه السويس بتلتزم بتطبيق اتفاقيه القسطنطينيه التي تكفل حريه الملاحه بالقناه دون تمييز لجنسيه السفن العابره اه دي بيان قناه السويس قدام حضراتكم اهو اهو طبعا بس للمعلومة يعني للمعلومة عدد السفن اللي أبحرت من مواني تركيا إلى إسرائيل سبعمية واحد مركب من تركيا لإسرائيل حدش يقدر حرية الملاحة في مزايدة على مصر يا جماعة غير طبيعية نخلص من ميناء اسكندرية يطلع قناة السويس قدام حضراتكم الأخبار اللبنانية كانت بتقول السفن الإيرانية تعبر السويس بلا قيود ما نقدرش ما نقدرش أهو والبي بي سي سفن حربية إيرانية تعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط كانوا بيحاولوا يعني يعني يقولوا ان مصر بتدخل السفن الايرانيه اللي بتحارب اسرائيل وبتحارب كذا احنا ما نقدرش قدام حضراتكم ما نقدرش نمنع دي اتفاقيه طبعا بسرعه الجماعه بتوع بتوع رصد عملوا حاجه خبيثه جدا قالوا انه تناقض في التعامل مع السفن القطريه وسفن الاحتلال رغم الاباده في غزه ايه يا سيدي؟ قالك والله في سنه 2017 لما كان في خلاف بين مصر وقطر رفضت مصر دخول السفن الى المواني المصريه مواني هيئه قناه السويس ودلوقتي بتقول ان هي ما تقدرش تمنع السفن الاسرائيليه شايفين الخبز يا جماعه بص بص هنا هيئه قناه السويس تعلن منع السفن القطريه من المرور او الدخول الى مواني الهيئه المواني مش قناه السويس الى مواني الهيئه اللي هي عندهم ست مواني الادبيه والسخنه و الطور وشرم الشيخ ست م... مش المجرى الملاحي هو حطها بخبث شديد اهو قناه السويس تعلن منع السفن القطريه من المرور خد بالك او الدخول الى الموانئ مش المجرى الملاحي قناه السويس تؤكد على السماح للسفن الحربيه بالعبور دون تمييز لجنسيه السفينه النهارده 1 نوفمبر فبيحاول يجيب حاجه قديمه بس هو مزور اهو مش المرور في القناه الى موانئ مصريه ساعه الخلاف ودي حريه ملاش علاقه باتفاقيه القسطنطينيه انا بس بعرف حضراتكم كم الخبز وكم السفاله المعرفيه والخبريه اللي بيشتغلوا عليها عموما